أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان للإنسان دين على شخص ويحل بعد 10 سنوات، فهل يزكي صاحب المال عن ماله الذي قد أدانه لهذا المدين؟ يزكي ما يملكه، يزكي كل ما يملكه سواء كان بيده أو في ذمم الناس، لأنه ملك إذا حال عليه الحول يزكيه. نعم.